هاي جايز، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. سو فايقة اليوم بكير عقولتي لأنه عندي 2 events وحفلة، فكل اليوم بدري خلص، يعني أنا رح أقضيها كل اليوم برا البيت. فقت على الساعة 12، كتير نعسانة بس it's okay لأنه لازم أطلع. و الدريس كود بينك، وحابة أعمل معكم الميك اب، فهيني. سو تحممت و بدي أبلش ميك اب، وما وجدت كان أظافري الجداد، سو هدول أظافري، أنا أظافري الطبيعية. حبيت أحط هذا اللون، ما أعرف ليش، بس أنا حبيت ألوان صيفية. سو قلت لهم بدي ألوان صيفية، حكولي في عنا هذا اللون نازل جديد. هلا ما اعتبرته صيفي بس إنه حبيت أجربه، لأنه أنا كنت دايما أحط أبيض وفرنش وأحمر، أبيض وفرنش وأحمر. نعم، حمل حالك اطلع لو سمحت. شكرا، أكل منك كمان يعني، يا ريت كاملة. أوكي مصطفى هون يا جماعة، ما عندك جامعة؟ حرام حرام. أنت حكيني كثير مبسوطة يعني، ما أظل نسلو بتخرج عاد. شو 5 سنين؟ أنا شو يعني؟ 100 قدي؟ 7. ما حزرت؟ شوف محسني يعني شو انت. اوكي يا جماعة 5 سنين وخلص جامعة، انا اتخاف. ف يس والله ماني عارف ايش بدي اسوي. ف يس بدي اسوي ميك اب جميل، بس بحب اعمل السكين كير اول، بحس كتير بفيد البشرة، حتى الميك اب بيطلع احلى. هيك والليب بالم شان اذا بدي. اوكي يلا نبلش بالميك اب. سو اذا ما انتبهتوا ركبت رموش ثانيه، لان هذوليك ما عجبوني ابدا الصراحه، فحبيت اجرب هدول صالون ثاني، حسيتهم كتير حلوين كانه. واحذر شو هذوليك لما كنت اسوي هون كانوا ياخذوا معي ساعتين، تخيلوا ساعتين وانا نايمه، لا مو نايمه، تخيلوا تكونوا مغصوبين تغمضوا عينكم وانتم ما بدكم تناموا، فهذا اللي كان عم يصير معي. المهم جربت هذا الصالون بحدود الساعة، كنت بخلص رموشي لأنه مش one by one، كانت عم تحط لي 3 هن مع بعض بيجوا، عرفتوا كيف؟ فيس بلشت ميك اب. استخدمت هذا الفاونديشن من ميك اب فوريفر اتش دي سكين، لأنه يومي عن جد طويل وما فيني أرجع، فما فيني ما أعدل وجهي وأجهزه بالميك اب. سو يس حتى ما كترت كتير، بس انه احتياط لانه 2 ايفنتس، عرفتوا كيف؟ انا بدي افهم شغله، انا كتير بكون عندي باور دائما، ما بعرف من وين بجيبها. يعني مثلا هلا شوفوني وقت اوصل لعيد ميلاد، يعني من هلا لعيد ميلاد على الساعه 9، هلا الساعه 12، يعني بعد 9 ساعات، بس ما بعرف كيف أكون نشيطة ومتحمسة، كلها أنا لساتني صغيرة. والله عن جد مو مشان شيء هيك، بس والله العظيم بكون مبسوطة وهيك، يعني مبسوطة وفرحانة، أما أنا عن جد بنبسط بأصدقائي وبعيد ميلادات وهيك. سو عم حاول بده طريقة ضابطة، مع إنه ما كان لازم أحط هون لأنه راح أحط كونسيلر، بس it's okay it's okay everything okay. اللي ما بيعرف لي بالمدرسة هلا، فمشان هيك عم أقلكم بدي أروح بدي أعمل، لأنه الحالة عن جد بس بدي أشتري هدية، مشان هيك رح أقضيها برا، عرفتوا كيف؟ وطريق الرجعة إذا بدي أرجع لما أخلص الإيفنت ساعتين، فأنا مستحيل أحط حالي بهيك موقف إنه أضل ساعتين بالطريق، لأنه بلش عملية البحث على الكونسيلر، كونسيلر نارس. خير يكون عدلين حرامية. لا صح، رح استخدم شعرات عاد، ذكرت اني غيرت. اوكي رح استخدم هاد الكونسيلر من شارلوت تيلوري، ما شاء الله فيه كمية يعني كتير منيحة، هون وهون وهون وهون.
وراح نحط شوي من الهدى بيوتي كونسيلر هون. سو الايفنت الاول لا مونا قطان بيرفيوم الجديد، الايفنت الثاني ماك راح استخدم البرش لحتى ادمج الكونسيلر، واخر شيء بطبطب طبطبه بس بحس دمج البرش احسن. صح اليوم عيد ميلاد اسلام عشان هيك تبع الكل. افكر السنه الجاي ما اعمل عيد ميلاد، شو رايكم؟ بحس خلص انوف ان السنه الجاي 20. يا الله والله الوقت عم يركض ركض، لسه من 4 سنين كنت 17. نعمزة. شوفوا لي ما احلى دمج الكونسيلر، حسيت بين انه هون كونسيلر هون فاونديشن، بس اخر شي بحب بس اعمل هيك وهيك مشان يندمج هو والفاونديشن. هلا بدنا ناخد الكونتور ستيك، بس لا مش ستيك، الليكويد كونتور. بس في وحدة قالت انه حطوا كونسيلر غامق بدل الكونتور، بس حسيت لا، وتعالوا جرب هي تجارب. هو هادك غامق ف ممكن يزبط وممكن لا، لسه بفكر. كونتور الانف رح اسويه بالافتح شوي. شت رح كمل، حسيته حلو صراحة فرح كمل الدمج هاي الطريقة. واو شايفين الجلو تبع الفاونديشن؟ تصدقوا هاد لسه ما حاطة هايلايتر، كيف اذا حطيت؟ واو حتى بشرتي صراحة صايرة كتير حلوة، محاول اعتني فيها كتير فايس. اوكي سو قررت قرار اني احط كونتور لانف بعد نقطة هون نقطة هون نقطة هون بالبرش من الطرف هاد، رح نعمل هيك رح نعمل هيك ورح نعمل هيك. خفف الباقي اذا في لسه عشان ندمج براحتنا. امبارح لو تشوفوا شو صار معي امبارح، انا ما بعرف شو كان عم يصير معي، فقت بنكدة، ضليت بنكدة كل اليوم، نمت من 5 للـ9 المغرب يعني نمت المغربية، فقت 9 رح أطق بدي بس أطلع، فبلشنا اتصالاتنا لحتى ضبطنا هاي الطلعة وطلعنا. أنا صراحة قلت حتى لو ما حدا جاي أنا رح أطلع الصراحة ما دخلني، كانت أول طلعة إلي بسيارتي بعد ما رجعت حبيبة قلبي، فقلت لا لازم ضروري أطلع، يعني هاي إشارة أنه لازم أطلع. والله وطلعنا كتير مبسطنا. استخدمت شارلوت تلبري ليكويد بلوش، راح احط معه الليكويد هايلايتر هون، هيك امبارح عملته طلعت كتير حلوه النتيجه نفس البروش. راح مع انه قالوا انه بتكون تطلع حلوه بتحطوا البلاشر على ايدكم بتعملوا هيك بتحطوا، بس انا ما لي خلق، فتعالوا نشوف شو راح يطلع معنا. هيك شوفوا قديش حلو، هو اهم شيء بالدمج انه كله يندمج مع بعضه. اوكي مثل ما كنت عم اقلكم انه الدريس كود انه الوان الكانديز بينك بيربل عائلة ميلا
وابيض، بيبي بينك، بيبي بلو. فانا طبعا راح البس بينك، هاد شيء اكيد، ما اعرف ليش، بس مجهز اللبس امبارح اول ما رجعت، تلفت على الخزانه جهزته، قلت هذا بدي البسه. واو، هي اول مره بالرموش الجديده بحط في الميك اب. تصدق امبارح ما كنت حاطه في الميك اب اصلا، يا دوب كنت حاطه بس بلاش وهايلايتر والليب لاينر. هنسوي الحواجب هاي الطريقه، كمان انستازيا طبعا فرشه انستازيا، لانه البرش كتير كبيره وبنبسط عليها، انه عن جد انه للي حواجبهم عراض مثلي فاكيد رح ينبسطوا على البرش. هاي هتحسوها مسكرة. يلا نكمل. عنا ال سيتنج باودر درجة كب كيك، انا درجتي كب كيك، هي بنستخدم درجة تانية على بينك اكتر، بس بحس هاي درجتي المناسبة اكتر. فاللي بعمله لازم ندمج تحت العين منيح قبل ما نثبت، لانه اذا ثبتنا باللاينز الموجودين ما رح يزبط. فمثل ما قلت لكم هيك نضل نطلع فوق، ناخد نحط على الايد او طبطبة طبطبة لهون، بس نفس الشي العين الثانية طبطبة طبطبة او هون وهون وهون. طبعا كل شوي حدا بفوت علي نكون انتهينا. هاي طبعا لسه بالباودر الاولى، انا بستخدم تو باودر، ديك الاولى، هاي الاولى، هلا بدنا نستخدم الثانية من ميك اب فور ايفر. وبحس حالي برسم، لازم ارسم رسم فيها لحتى تطلع النتيجة حلوة. هيك الطرف الثاني وهون عشان يضل ثابت قدر الامكان. اللي عملته انه حددت هون بالباودر، شوفوا، فبنتركهم حتى تحت العين، انا لسه ما سويته. فبدي باليت على بينك، بعدين رح استخدم هاي من تارت. يس، شوفوا الدرجات. برش جميلة من عندي، تسألوا ليش بس كل أغراض لي، بس ما بقدر استحمل ما أفتح برجة، درجة كتير مرتب ما شاء الله. شو هاد لين؟ ما عندك فراشي؟ شو هاد؟ يا رب تشوف الستوري. أخذ فرشايتي ومن أنا حرامية بتقول عني؟ أوكي رح أشوف شو بدي أعمل. عم أفكر إني أحط هون غامق بينك عهاد، يعني هاي الدرجة، وأعملها هيك كمان شوي. أوكي ونكمل دمج جوا. واو خلاص خلصنا. نكون العين الثانية وندمج، أهم شي هون هيك تصير لعن. وشت حتى لو طلعتوا لبرا ما في مشكلة، كله رح يروح، بس أهم شي النظرة الأولى تعجبكم. والله اللي نضيع في الأشياء هي الحرام. إذا عم تحضر استو... أوكي قولوا له تحضر عادي الفرق. صح فراشيها عندي. حطيت تحت العين، رح ناخد نفس الدرجة بالبرش اللي استخدمته لتحت العين
وبدي أعمل هيك. تشوفوا كيف بيطلع كتير حلو وجميل. ونفس الشيء بالعين الثانية. شو رأيكم؟ واو حبيت. بس كأنه بهديك العين طالع أحلى، إنه هيك مبين إنه ما هون مبين محدد تحديد. أوكي ما في مشاكل، ما في مشاكل. حابة أزيد تحت العين أكتر. هاي الطريقة. العين الثانية. فرح ناخد من الشمر نحطه هون. واو ناخد الشمر للعين الثانية نحطه هون. برنسس برنسس. جميلة جميلة جدا. اوكي هلا بدنا ناخد من الشمر الفاتح وحطه هون. شوفوا اوكي ببين شي، ما كنت لازم نفضه هيك. مش شايفة شي بس شكله نحط. على العين الثانية حتى لو مبين، بس انه احتياط اذا بين يكون على العين. واو هون ليش طلع؟ هون بين. اوكي هلا شو بنعمل؟ بدنا نجيب هاي البرش كتير كبيرة. سو بدنا اول شي نشيل اللي حطيناه، بنشيله بس نعمله هيك عشان ما يكون محدد. ونفس الشيء تحت العين. اوكي سو بعد ما شلت هدول والتحت العين راح اجيب بنفس البرش هاي الطريقه ونحطه على باقي الوجه. بس هيك سريع سريع سريع. اكل الوجه. انتوا ما شفتوا هاي القرصه طلعت لي هون؟ وحياه الله القرص ما قتلني قتلني. شو رأيكم؟ اوكي هيك نكون خلصنا العيون على الاخر طالما ما في ماسكرا. فهلا رح استخدم البرونزر من نارس. هاي إلي ولا المفروض، بس هي حطها عندها مشان إنه إذا أخذتها يكون لحق علي. حط كتاري، كل ما تكتاري تحلو. كتري 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 لا امزح، بس مشان يضاين حطه حطه. جميل 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 جميل. وانا جميلة فجميل وجميلة يساوي زين. راح استخدم هاي البروش حتى اسوي كونتور الانف. صايرة عم اسوي بيرفكتو. شوفوا ولون المنشفة كيف صار. It's okay. شو رأيكم؟ جميل. هلأ بدنا بلاشر. I think راح استخدم هاد كتير حلو من بنفت. فراح أكتر منه لأنه مو كتير فاقع فبيطلع كتير حلو. ليش هيك نص؟ أوكي نكمل ما علينا. ظهري صار يوجعني. أوكي الساعة 1:10 الإيفنت ببلش على 2:00 بس ما بحس رح أروح على 2:00 عشان ما أتعب حالي من 2:00. فإذا وصلت هنيك على 3:30 بيرفكت. صاير عم أعلق على بيرفكت هيك.
الشمال شو الحلاوة. طب هيك بمدحوني أنا ما بمدح حالي. أنا أسف. شو صار في أشياء؟ لبس. بس عم فكر أحط مسكرة عرموش تحت، شو رأيكم؟ مو بيبين أكتر الميك اب صح؟ رح نستخدم هاي المسكرة من أناستازيا لأنه البرش تبعته صغيرة، فا ما بتشردة. أنا لازم أحط مسكرة، يعني قلتلكم ما بدي، قلتلكم ما بدي، بتقولوا لي انا صراحه كنت عم اقول بصراحه اذا الميك اب شوي خرب وما ضاين معي للثلاث ايفنتات اللي بدي اروحها، دير حاسي فورا قال لهم بليز سووا لي ميك اب لو سمحتوا، بليز انا مسكين. حذروا شو نسيانه، هايلايتر. تخيلوا تخيلوا بدي البرش. بتعرفوا شو بيقولوا البرش الحلوه؟ تكون مثل هيك، هلا مو هاي بالضبط، تكون اصغر بس انه هيك كتير فلافي. فتعالوا نجرب شو ممكن تصير. طبيعية كيوتي، كتير حلو. كتر كتر هايلايتر، كتر حلو حلو. اوكي سو رح استخدم هاي البرش هلا، تجي هيك لهون ولا هون ولا هون وهون. هون بيطلع كتير حلو، صعب تطلع فكرة. نفس الشي هون، نفس الشي. لين قالت لي استخدم شي اجربه، والله هاي مرة هي قالت لي، قالت لي هذا الشي كتير حلو. هات سوي بيكون هايلايتر لا الكورنر. جميل. اوكي سو بعد ما تركت هاي تنشف حاملها ترى ماجيك ولا مو ماجيك. لا بدي البلاينر بينكي. اخر الخطوات البلاينر. تعالوا هدوء. قلت لكم شو هاد، شو هاد؟ هذا من KVD درجته 10. خلصت؟ ما أظن خلصت. بدي أحط، بتعرفوا هذيك المرة شو حكوا؟ حطوا بلاشر ليكويد بلاش على الشفايف بيطلع كتير حلو، فتعالوا نجربه يعني فاضيين وراضيين. بس وينه؟ في درجة معينة يعني، مش اي درجة، لازم تكون فاتحة او في هاي الدرجة. لا مو هاي، هاي تعال نجرب نحطها. احس هبل، يلا شو عم بعمل. اوكي ما صار شي. واو صراحة not bad. واو شو رأيكم؟ اوكي خلصنا، رح نستخدم ستيك سبراي من شارلوت لساني شعري، ولا شعري ما بطول فيه انا، بس last step
ضلكن هيك ولا تضحكوا ولا تبكوا ولا تعملوا شيء حتى ينشف. بدي بحدود الخمس دقايق لينشف، بس انا خليكن هيك. شوفوا هاي يلا مستفزة. ايه كملوا كملوا، لا تضحكوا لا تضحكوش. جميل جميل. صدق وجهك الاوتفيت. اوكي ما بدي اضحك، بس انه احتياط. تشوفوا خطير يا ام فنانة فنانة فنانة. ف شيل هاي استفزتني. ويلا نلبس ونسوي الشعر. خلص كل شيء برجع لكم. جاهزين تشوفوا اللوك؟ انا مو جاهزه اورجيكم لانه كثير حلو. اوكي سو هذا الميك اب مثل ما شفتوا سويته معكم. شعري حبيت اتركه هيك، كنت بدي اسوي شيء تسريحه، بس بما انه ساتو هيك مغسل جديد ف شو رايكم باللوك؟ انا صراحه حاسه حالي بزنس وومن صراحه. لا بزنس وومن يعني وومن وومن، بتعرف هيك يعني بينك وجيرل وفيك. حاسه حالي كثير حلوه. اوكي سو حبيت البس هذا القميص الابيض كالعاده، بتعرفوني بحب كثير البسه، بس حبيت اضيف عليه هاي التوب البينك البيبي بينك، وعندنا هذا البنطلون والهيلز هذا اشتريته جديد كثير كثير حلو. لو فيني اورجيكم اياه بوضوح، بس شوفوا شوفوا، مع انه كثير عم وجه لرجلي، بس صراحه يعني لازم اطلع حلوه. وهي الشنطه شنطتين عادي، بنلحق نستغل كل شيء قبل ما ترجع من المدرسه. وعم افكر احط شعري بهاي الطرف ولا بهذا الطرف. حسيت هيك هلا، انا بحب هذا الطرف من وجهي، يعني شوفوا ما بعرف ليش بحسه احلى، بس انه بفكر اعمل هيك. هلا شو بضل اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك لحتى شعري يزيت فالحه ماني هلا تحمت، بس هيك احلى صح. اوكي بضلني هيك يلا. وبس عم بستنى لولو تخلص، لولو جاي معي على اول ايفنت. هاي طبعا طويلة، مو البنطلون هيك ستريت. يلا سي يو بالإيفنت، بلشت أتعب من هلأ.